الرحيم. تمام. وأخيرا ألو. احنا كده ابتدينا. أيوة ألو. دلوقتي نقدر نقول مساء الخير مع برنامج وطي وغطي. اوكي صباح الخير. صباح الفل. يلا بينا. طب قبل ما تطلع بينا كده تقولي لي اول حاجه عملتيها الصبح لما صحيتي النهارده. النهارده اول حاجه انا بصحى من النوم اكل اي حاجه في بقي، يعني اي لقمه صغننه، وبعدين اشرب القهوه دي اهم حاجه، وبعدين بفتح على الاخبار طبعا الايام الجميله دي، فبفتح على الاخبار عشان اشوف الحر هيقعد معانا قد ايه، ربنا يستر. وبعدين اتفرج بقى على افلام واشوف هطبخ ايه وهعمل ايه وهتخن ازاي الايام دي. يعني احنا برضه لازم نفكر احنا هنتخن عادي ولا نتخن بشكل كويس. طب حتى خلينا زي النهارده يا لولو. النهارده عندنا اكلتين تخان جدا. حلو، ايه بقى؟ عندنا جام رز، ودي اكله مصريه قوي، لان طبعا احنا عارفين ان الحبوب والرز والقمح واللوبيا والحاجات والعدس والحاجات دي ده اكل مصري. تمام. انت عارف ده صح؟ ايوه. طيب من ايام الفراعنه والحبوب السبعه والحبوب ال 15 والحاجات دي. وعندنا اكله تانية اسمها كباب بطاطس. دي لحمه وبطاطس محمره. وهنتكلم بقى على المقادير دلوقتي مع بعض انا وانت. ماشي. طيب عشان دي اكله احنا هنعمل الرز الاول طبعا عشان يبقى فاهم، نقلل الوقت بتاع التسجيل عن المره اللي فاتت. فاحنا بنبتدي نقطع الحاجات ونجهزها، هتقولي على المقادير اوريها في التصوير ونبتدي نشتغل. ماشي، احنا عملنا كده. طيب تحبي احنا بنحضر قبل ما نصور دلوقتي مثلا بساعه بنقطع حاجات. قطعنا وجهزنا اللحمه وجهزنا البطاطس. انا بس عايزه اقول لك انه الاكله بتاعت كباب البطاطس دي يعني في الغالب على ما جدتي قالت لي ان هي اكله تركي. تمام. فاحنا عندنا نص الاكله النهارده مصري. حلو. والنص الثاني تركي. جميل. نبتدي نعمل الرز يا عضو. يلا بينا. يلا عندك البراند، جهز البراند بتاعك. اهو برضه اعلانات، عشان اعلانات عن صحابي. البراند ده اللي عامله احمد حافظ في المصنع بتاعه، احمد حافظ البيت. الله الله الله. لا يبقى لازم نوجه نداء لاحمد حافظ يعمل لنا كلنا. او النبي. وال ارجوك ارجوك يا احمد. طيب معيار. بص يا قصدي عندنا البران، عندنا زيت، الرز انت مجهزه وانا الرز اهو. وعندنا حته سمنه اي نوع. ماما عامله سمنه بلدي في البيت. بلدي كان ادي احلى. وعندنا لبن. لبن كتير. وعندنا زبادي. زبادي الاصل. واحده. طبعا. وانا وملح وفلفل. ملح وفلفل بهارات. بهارات قلت لي سبع بهارات. جاهز يا لمين. تمام. وانا بالنسبه لي بزود حته قشطه كده عشان يعمل وش حلو في البرام يبقى تقيل شويه وعشان تسخن كمان. ماشي. ماشي. طيب اول حاجه بقى هتحط هتمسك البرام. انت سامعني؟ ايوه. هنحط زي معلقتين زيت كده، قد معلقتين زيت في البرام. ماشي. خلاص تمام. طيب هنحط الرز. ماشي. لا يبقى نزود معلقتين رز. نزود معلقتين رز. لا معلقتين زيت كبار ولا صغيرين؟ كبار. لا ماشي. ده كده بقى يبقى ايه؟ تمام. بس كده كفايه. حط الرز. انت عملت قد ايه رز يا أزوز عندك؟ كوبايه رز. كوبايه زي كوبايه الشاي اللي هي اللي بودان دي بتاعت القهوه. طيب ماشي. انا عملت كوبايتين عشان احنا اربع افراد، فعملت كوبايتين رز. خلاص تمام. هنحط الملح.
قد ايه ملح؟ بالنسبه لك معلقه، معلقه ملح. معلقه ملح صغيره؟ معلقه شاي صح؟ ماشي. حط حبه كمان يا قزوز كده، معلش. يلو حطيت حبه كمان. ايوه بس كده. فلفل اسود قد ايه؟ معلقه برضو فلفل اسود، معلقه شاي برضو. اوكي. بص الملاحات بتاعت ماما دي بتاعت زمان. دي ايوه هي دي، هو ده الكلام، هو ده الكلام. معلقه. كويس. انت هتلاقي رز غامق كده معاك. بهارات. بهارات سبع بهارات قد ايه؟ معلقه. نص معلقه عندك، انا هحط عندي معلقه عشان انا عامله دبل الكميه. انا احط ايه؟ نص معلقه؟ نص معلقه، وانا هحط عندي معلقه. جميل. هقلب بقى الرز بالبهارات بالفلفل بكله مع بعضه. حاصل. خلاص احط بقى الزبادي. بص الزبادي قلت لي. ومعلقة سمنة. معلقة سمنة كبيرة؟ قد معلقة اللي أنت بتاكل بيها. بعدين؟ خلاص؟ فين الكوباية اللي أنت عايزت بيها الرز؟ حط كوبايتين، حط كوبايه ونص لبن. كوبايه ونص ليا انا صح؟ ليك انت، انا بحط ازيد. تمام. هاي. وحط نص كوباية مية. ايه؟ نص كوباية مية. نص كوباية مية بس؟ نص كوباية، نص. انت حطيت كوباية ونص لبن صح؟ نص كوباية مية. تمام. انا بالنسبة لي في البرام بحب فيه قشطة او كريمة لباني، وانا بحط حتة قشطة عليها بالمر دلوقتي. اوكي. بس كده. بقول لك بالمره بس عشان المؤخر. قلب بقى. اقول على الزيت اللي القلي كمان في دلوقتي احسن. طب قلب. هنولع عليه حالا. قلب البرام وحطه في الفرن ويلا نولع مع بعض. ايه؟ قلب البرام وحطه في الفرن. اقلب كل حاجه مع بعض. واو. احطه فوق الشبكة مش على الصاجة بقى. لا فوق الشبكة. كده يا لولو مش هيبان قوي عشان احتمال يتدلق. مش هيبان قوي بس يعني حلو اللي جدا. و
وبالهنا والشفا. طيب انت عملت ايه بقى؟ ولعت على الزيت؟ ولعت على الزيت. وانا هولع على الزيت عندي برضه. نبتدي بقى نعمل الكباب البطاطس؟ يلا. ها؟ يلا بينا. احنا دخلنا خلاص البريم كده، الرز ده خلاص. احنا قطعنا اللحمه قلنا انا مقطعاها مكعبات كده، انت عامل ايه؟ حلو قوي ماشي. وعندي ثوم مفروم اوكي، وعندي عصير. انا بالنسبه لي عصير 3 ليمونات ونص او 4. 3 ليمونات اهو، ليمونتين انا عشان عملت كميه اقل، عشان هتعمل كميه اقل. سمنه نفس السمنه اهي. كويس. بص بقى البطاطس احنا قطعناها كده، ايوه تمام زي الفل. خلاص هنحط بقى الحله على النار. يلا بينا نحط ايه؟ الحله على النار بقى. الحلة اللي هنعمل فيها اللحمة. حلو، احط قد ايه سمنة؟ معلقة سمنة. تمام. حطيت؟ حطيت السمنة؟ ايوه. طيب يلا بينا. التوم بقى فين؟ التوم اهو. يلا جهزه في ايدك بقى، عشان اول ما السمنة تسيح هتحط معلقة التوم اللي عندك. ماشي. طيب والزيت بتاع القلية، امبارح كنت بصور مع عبير الشريف، فاكرة عبير؟ وقالت لي كنا بنعمل تورتيلا، بنعمل بطاطس في البيت اللي هي العجه الاسباني. فقالت لي لما تستخدم الزيت تقلي الزيت حط فيه حته عيش عشان ما يقلحش بسرعه. عشان ما يحرقش الحاجه بعد كده. ايوه. طيب انا عندي فكره كمان لموضوع العيش ده. بنحط لقمه عيش فينو في الزيت، عشان لو الزيت اصلا انا شاكه فيه ان هو ريحته مش قوي، او زي زيت التموين زمان وحاجات كده، انت عارف الحاجات دي. طب بحط له لقمه عيش علشان خاطر يمتص اي رائحه منه. وهو على النار. وهو على النار. اوكي. طيب. هي احط الثوم. انت السمنة عندك قدحت؟ ماشي. هحط الثوم اهو تاني. انت حاطط معلقه ثوم كبيره صح؟ معلقه قد الاكل كده. وانا حاطه معلقتين عشان انا عامله ازاي. قصدك انت بتفضل بقى تقلب في الثوم لغايه لما يبقى لونه ذهبي. عامل معاك ايه التوم؟ ريحته هايله. ماشي. احنا هنا مش بنحط ولا بصل ولا اي حاجه، علشان انا دورت كتير على الطريقه دي في طريقه جدتي،
ودورت كتير قوي على الانترنت عليها ما لقيتهاش خالص، ما لقيتهاش بالطريقه دي. كل الناس تعمل كباب الحله بالبطاطس بالبصل او بالبصل والثوم او بالبصل وخضروات حاجات تانية، بس الطريقه اللي بالثوم بس دي والليمون مش موجوده خالص، فانا مش عارفه ايه السبب. دي حاجه كويسه بالنسبه لي. حاجه ايه؟ حاجه كويسه بالنسبه لي. بعدين الثوم اصفر. انت بتاكل ايه؟ بقى لونه لون ذهبي بس خلاص. اللحمه فين؟ اهي. هنحطها على الثوم ونقلبها. بعد ما تحطها هقول لك على معلومه وانت بتقلب. أبدأ أقلب؟ نعم، استنى. إيه؟ آه، هتفضل تقلب، ليه بقى يا أوزوز؟ ليه يا علا؟ هقول لك ليه. أولاً أي نوع من أنواع اللحوم أو الكبدة أو أي حاجة من الحاجات اللي هي بتاخد وقت سوا طويل كده شوية على النار، لازم لما تكون هتعملها بالطريقة دي أو ببصل أو كده لازم تشوحها كويس قوي وتنزل ميتها كلها، ما يبقاش فيها ميه تماما، علشان واللحمه تبقى لونها خلاص غيرت من الجنبين. اولا عشان ما تعملش ريحه زفاره، ما تعملش لون اسود في اللحمه وتبقى لون اللحمه غامقه. تمام؟ تمام. وتستوي معاك اسرع شويه. ماشي. الزيت ابتدى يقدح ويبقى له صوت. يبقى نحط البطاطس. ماشي، معروفة بس يعني عايزين نتأكد. بطاطس هنحمرها عادي خالص كأنها بطاطس علشان ما تتحرقش. اه. الزيت المغطي البطاطس جدا. البطاطس ايه؟ ايه؟ بتقول ايه؟ الزيت مغطي البطاطس جدا، فانا زودت غالبا. زودت؟ لا لا كويس، يعني مغطيه البطاطس قصدك؟ اه غطسانه في البطاطس. لا حلوه كده احسن، كل ما يكون الزيت اكتر في البطاطس، البطاطس بتستوي احلى. اول ما تحس بقى ان اللحمه ميتها قل، ما بقاش فيها ميه، بقت الثوم واللحمه بس، نبتدي نزود ميتنا. ثانية واحدة. ماشي. تقولي ايه؟ انا معاك. تقولي يا لولو. اول ما تحس ان اللحمه شربت ميتها خلاص وبقت فاضل في الحله الثوم واللحمه بس والسمنه طبعا، نبتدي نزود الميه بقى حبه بحبه. فبص عليها كده عندي. لسه هو في سمنه. اه بس انا بقى مفيش ميه. مفيش ميه؟ لا في سمنه خلاص، يعني هي قلبتها وشربت ميتها يعني. هو بس في سمنه، في حاجه ليكويد، في حاجه مبلوله. طبعا طبعا، بس قصدي انه باين انه اللحمه نفسها لونها اتغير. ايوه بالظبط، لونها خلاص ما بقتش لونها احمر قوي، بقت لونها بيج كده بالظبط. بس خلاص
خلاص احط ميه قد ايه بقى؟ هنحط حبه ونقفل عليها ونحط حبه كمان. طب يعني نص كوبايه مثلا، يعني نحط مثلا نغطي اللحمه بالميه. خلاص يا عدو ايه الرو؟ عملت ايه؟ دلوقتي حطيت الميه وحطيت الغطا وحوطت النار شويه صح؟ ايه لا ما توطيش، ماشي زي ما هي خليها عاليه. خليها عاليه عادي، هتشرب ميتها كويس. البطاطس انت بتقلب البطاطس؟ اصل هي حسيت ان البطاطس لزقت في القعر مش فاهم ليه. ممكن كان الزيت لسه ما قدحش قوي ولا كان قدح؟ ايه؟ الزيت كان لسه ما قدحش قوي؟ شكله ما كان قدح؟ طيب ما تقلبهاش كتير، سيبها هي ما تقلبهاش كتير، لان كل ما تقلبها البطاطس هتتهرى منك وهتلزق تاني في القعر، فخليها هي هتنطر وتطلع تعوم. ماشي؟ طيب لما هنيجي نطلع البطاطس هنعمل ايه؟ 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 فكر بقى. احنا بنتكلم عن التخن والحاجات اللي يعني احنا النهارده عاملين اكله اللي هي بتعمل كرش. ايوه عارف دي جميله. خلاص؟ انا عايز اقول بس الناس اللي بيتفرجوا علينا ان انت بتشتغلي حاجه ثانيه في الدنيا. ايه يا لولو؟ بتشتغلي ايه؟ انت بقى اللي تظبطي الحاجات على كرشنا. طيب انا بشتغل ايه؟ في ايه بقى؟ عشان انا عندي حاجات كتير قوي. احنا عايزين حاجه ليها علاقه بالكرش انا وهي. ايه؟ اللبس. اللبس. اللبس، ولما تيجي تقيس بنطلونك ما تقيس على بنطلون البيجامه. ايوه. يقول لك ايه خلي بالك في بنطلونك. وكمان بتعمل لنا حاجات للمسرحيات بتاعتنا وكل اصحابنا وافراح صحابنا كمان كان اتعمل فستانهم عند علا. فكل لما حد يتقن يجي عندك اي في الهدوم اللي بعد الحظر هنجيب هدوم من اي طبعا طبعا. عينيا حضرتك. طيب قولي لي يا لولو اعمل ايه بقى دلوقتي؟ نطلع لما البطاطس تطلع ازاي؟ البطاطس لما هطلعها مش هطلعها على الورق الابيض، لا هطلعها في صينيه عايزاها بزيتها كده. يعني هنطرها من الزيت. يعني انا عندي دي. لا لسه ما جبتش الحاجات دي انا. ماشي. فدي هطلعها بس مش هطلعها على ورق زي ما بنعمل في البطاطس العادي، لا هطلعها في صينيه يبقى فيها شويه زيت كده عشان هو ده بيساعد شويه في الصوص بتاع اللحمه. تمام؟ معايا؟ معايا. طيب انت عندك البطاطس عملت ازاي لسه؟ لا كمان عايزه اقول لك على حاجه اقولها بالمره عشان ما انساش. احنا بناكل عادي بطاطس محمره في كل الدنيا، البطاطس دي بس اللي هي بتاعت كباب البطاطس بتغمقها سنه، يعني بدل ما هي لونها اصفر لا تخليها لونها بيج كده. علشان هي لسه هتتحط في صوص فبتطرى قوي، فبدل ما تطرى وتبقى مهريه لا تبقى ماسكه نفسها بكل بطاطسيه لوحدها. فبنغمقها شويه نحمرها سنه. ماشي؟ طيب بص يا لولو عشان الوقت، لو احنا دلوقتي المفروض نسوي فانا هوقف التسجيل. تمام؟ هدوس بس بوز هوقف التسجيل وانا وانت هنقعد نتكلم غير التسجيل ده يعني ونظبط الحاجات، واول ما تحتاجي ان احنا نفتح عشان نقول للناس حاجه هنفتح. طيب ماشي خلاص. يعني هعمل بس بوز كده. استنى قبل ما تعمل بوز، انت خلاص عملت؟ لا لسه. احنا لسه ما قلناش هنحط الملح امتى والليمون امتى والحاجات دي. نقول دلوقتي ولا نعمل بوز ونكمل؟ نعمل بوز واول ما يجي وقتهم هنعمل. خلاص يلا. طب انا لسه مستني ان اللحمه تستوي او ان البطاطس تتحمر. طبعا. فمش محتاج تعمل ده. طب يلا. اوكي.